بس صوتك. جيت للواد وعملت العملية هذه بتاع الفتق في أحسن ما يرام، وكانوا الأطباء والمعاونين متاعهم عملوا عملة ما شاء الله، هزوا بيا الأخرة ونشكرهم جزيل الشكر. انتقلت مدة حوالي 180 كيلومتر وجدت اللجنة المنتقلة نتاع الحملة، عاونتنا ونظمتنا بالبيان يعطيهم الصحة، وأشكر السلطات الولائية لولاية الواد على الإجراءات. في إطار اختتام التوأمة بين مستشفى بن عمر الجيلاني لولاية الواد والمراكز الإسعافية الجامعية بالشمال، حيث تم القيام بعملية جد معقدة وفي جميع التخصصات على غرار جراحة الأعصاب وجراحة المسالك البولية، ووصل عدد المستفيدين من عملية التوأمة حوالي 360 مريض. ننوه كثيرا بالتنظيم والكفاءة اللي موجود عليها الفريق الطبي وشبه الطبي بهذا المستشفى. نأكد كذلك على أن هذا النوع من العمليات وهذا التبادل الخبرات يفتح مجال كبير إلى تطوير الكفاءات وتكوين وتأكيد التكوين في عمليات من هذا النوع.